ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. انا ايه، ودي قناتي حياتي في ايطاليا. لو لسه اول مره تشوف القناه يا ريت تنضم لعيلتي وتعملي سبسكرايب تحت على الزر الاحمر ولايك للفيديو ده كمان، وان شاء الله هتلاقي في قناتي كل اللي يعجبك من فلوجات واكلات وخروجات وحاجات حلوه كتير جدا جدا جدا. النهارده مع بعض هنعمل اكله كل الكبار والصغار بيعشقوا، طبعا الشاورما. النهارده هنعمل فطيره الشاورما في البيت زي ما انتم شايفين كده، شكلها حلو جدا جدا ومقاديرها اسهل من اسهل طريقه. طبعا كلكم ما شاء الله عليكم شاطرين جدا جدا في المخبوزات، احنا بس بنقول افكار مع بعضينا كده. اولا بنوتات الموجوده في ايطاليا، ده نوع الخميره اللي انا بستخدمه وبجيبه من عند الجزار. ان انا حطيت معلقه ودلوقتي حطيت معلقتين كبار من اللبن الباودر، بيدي نعومه جدا وطراوه للعجينه فوق الوصف، يعني من المكونات الاساسيه. ودلوقتي هحط معلقتين من السكر العادي الخشن بتاعنا اللي احنا بنستخدمه في كل حاجه، ورشه صغيره من الملح. تمام، هكتب لكم كل المقادير اللي انا عملتها تاني في صندوق الوصف. هنقول تاني عملنا ايه: حطيت معلقه خميره صغيره، معلقتين لبن بودر، معلقتين من السكر، ودلوقتي حطيت وزاره ملح صغير. دلوقتي بحط ميه دافيه خالص خالص، وفي العجان ببدا اشغل عليهم العجان بطيء جدا جدا، بحيث ان الخميره تتفاعل مع اللبن البودر مع الميه مع السكر مع ذره الملح. ده كمان دي اللي انا بستخدمه، ده اسمه باريلا او تمام، يعني او اي نوع تلاقيه موجود عندك متوفر للمخبوزات. النوع ده حلو جدا جدا يا بنات لكل حاجه بقى، عشان في بنات بتقولي اجيب ايه للتورته واجيب ايه للمخبوزات. انا دايما بستخدم باريلا بس لكل الانواع، بعمل بيه كل حاجه. تمام، لما بلاقي عليه كده اوفرته بروح اجيب منه كميه. طبعا انتوا عارفين احنا بنعمل كل حاجه في البيت. وبدات هنا احط كميه الدقيق اللي انا استخدمتها، تمام، حوالي نص كيلو او كيلو الا ربع، والميه بزودها واحده واحده حسب ما بلاقي العجينه معايا. لو انت تعجني على ايدك مفيش مشكله، طبعا العجينه دي سهله، طبعا اي معجنات تقدري تعملي بيها، بيتزا تقدري تعملي بيها، المعجنات اللي هنعملها دي تقدري تعملي بيها فطاير، يعني حلوه جدا جدا، او حتى كمان العيش. دلوقتي بقى خلاص هغطيها بسريتش وهسيبها تخمر مش اقل من ساعه ونص. تمام، على ما هي تخمر كل حاجه اكون جهزت الشاورما بتاعتي. طبعا هنا عندي صدر من الفرخه، ممكن بقى حسب الكميه، ممكن تستخدمي نص كيلو كيلو على حسب عدد افراد اسرتك. انا هنا بستخدم نص صدر واحد. هبدا ان انا اقطعه مكعبات صغيره. ليه اقطعه مكعبات مش شرايح؟ عشان لما يدخل في قلب الفطيره من جوه يبقى مقطع حتت صغيره كده، ميبقاش كبير. هقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين كده. وطبعا عندي فلفل الوان انا كمان حطيته قدامكم، ده انا ده اللي بجيبه من السوبر ماركت، بجيبه طبعا عشان انتوا عارفين ان الفلفل بيبوظ بسرعة، وطبعا مش هداني حطاه شكله كده في التلاجة متقطع منه مخدود منه جزء وكده. انا هنا بقطعه مرة واحدة مكعبات او بقطعه شرايح، بقطع منه مكعبات وشرايح وبحطهم في الفريزر وبطلعه وقت الاستخدام، بيبقى حلو جدا جدا معايا وكمان ما بيبوظش. تمام، انا كده هنا بقى هقطع كل اللي انتوا شايفينه ده. هنا عندي بصل وعندي طماطم وعندي الفراخ بتاعتي وعندي فلفل الوان. ممكن بقى لو انتي بتحبي طعم الثوم في الفراخ بتاعتك في الشاورما مفيش مشكله، قطعي معاه فص ثوم. You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted. But the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you.
احنا بقى بعد ما قطعت كل حاجه حبيت اجيب كل المقادير كده قدامكم. اولا بقى التوابل هكلمكم عليها، هنا استخدمت المعلقه الصغيره، توم باودر، بصل باودر، توابل فراخ، بابريكا، ملح وفلفل، حبهان، يعني التوابل متوفره عندك. هنا احط معلقه من الزبده على الزيت زي ما انتم شايفين كده، واول ما تبدا ان هي تسخن خالص احط الفراخ. بس بصوا الفراخ بقى اول ما تبيض معاكي كده وتلاقيها خلاص دخلت ان هي تاخد مرحله التشويح الكامله، هتبداي تضيفي بقيه مكوناتك. تمام، بصوا شايفين شكل الفراخ قدامكم عامل ازاي، هو ده النتيجه المطلوبه. هنا بقى هبدا ان انا اضيف عليها البصله، عشان البصله مع الفراخ تدي ريحه كده وتدي ان البصله تدبل. شايفين البصله اهي، اول بقى ما هتبدا البصله بتاعتي تاخد لون وتطلع الريحه بتاعتها الجميله هبدا ان انا اضيف التوابل كلها اللي انت بقى بتحبيها في الشاورما بتاعتك. انا عن نفسي قلت لكم وكل التوابل اللي انا بحبها هسيبها لكم برده تحت في صندوق الوصف. الخطوه بقى اللي بحبها جدا جدا هي معلقه المستردة. ايوه معلقه المستردة على الشاورما بتدي الشاورما الطعم في منتهى الجمال والروعه. دلوقتي برضو هضيف بقى الخضار بتاعي اللي انا قطعته معاكم، وهبدأ ان انا اقلب كويس قوي، وهبدأ اقلب في الشاورما بتاعتي لحد ما الاقي ان الخضار بتاعي استوى معايا تماما. زي ما انتم شايفين كده اول ما الطماطم والفلفل الالوان ينزلوا كده ميه وتبدأ الفراخ ان هي تشربها كده هيبقى جاهز معايا. شايفين شكلها كده خلاص استوت، هشيلها من على النار. دلوقتي بقى هوريكم نوع الجبنة اللي انا هستخدمها. ده النوع ده بجيبه برضو حوالي بيورو ونص، مش كتير، بيبقى مكعب بالشكل ده. انا هبدأ افتحه معاكم. ده طبعا بجيب بيتحط على البيتزا وبيتحط على كل الاكلات. لو انت عايزة من النوع اللي هو مش مبشور ممكن انت بقى تبشوريه او تقطعيه شرايح، وبما اني هعمل فطيرة فمش هبشره، انا هقطعه شرايح. عايزة الجبنة كده تبقى كتير في الفطيرة بتاعتي وتبقى حلوة. هنبدأ كده نقطعه مع بعض. بعد ما خلاص كده قطعنا الجبنة ده شكلها النهائي، العجينة بتاعتنا خمرت تماما. بصوا بصوا ارتفعت وده القوام اللي انا عايزاه. تمام كده نبدأ ننزل الهواء منها، وهشيل العجينة بتاعتي واقطعها على كور. في التقطيع بقى حاولي تخلي كورة صغيرة وصدها كورة كبيرة. الكرة الكبيرة دي اللي هتبقى قاعدة الفطيرة بتاعتك، والصغيرة هي اللي هتبقى من فوق. تمام هتبقى الوش بتاعها. يعني انا هنا قطعتهم على 6 زي ما انتم شايفين كده، واحده صغيره قدامها واحده كبيره. هبدا ان انا افرد الكبيره الاول عشان دي اللي هتبقى الارضيه اللي هحطها في الصاجه بتاعتي. تمام افردي بقى بنشابه، تفردي بايديكي، حريه شخصيه ليكي انت وعلى حسب ما انت بترتاحي. انا بصراحه برتاح بالنشابه، بحسها بتسرع معايا و بخلص بسرعة. يعني كده خلاص دي الطبقة الأولانية، بصوا شكلها. هحطها دلوقتي على الصاجة بتاعتي، عليها تحتها طبعا ورقة زبدة. ليه بحط ورقة زبدة؟ عشان الصاج ما يلزقش فيه الحاجة، وكمان ما تضطريش تحطي زيت، فورق الزبدة أفضل. دلوقتي هنحط الحشوة بتاعتنا، هنحط الشاورما اللي احنا عملناها، وهنحط عليها شرايح الجبنة الموتزاريلا. عايزه اقول لكم ان دي اكله حلوه جدا جدا، تقدري بقى تحطي فيها الخضار للولاد. يعني لو انت عايزه، ممكن مش عايزه تعمليها بشاورما، ممكن تعمليها بالخضار بس، ممكن تعمليها بالسبانخ والجبنه الريكوتا والجبنه الموتزاريلا برضو، ما فيش مشكله. تقدري تعملي فيها اشكال وحاجات انت عايزاها. احنا بس بنعمل مع بعض اكله وبنخترع منها كذا حاجه تانية، بحيث ان اولادنا ما يزهقوش من الاكل وفي نفس الوقت يحبوا الاكل البيتي.
تمام، ده الشكل النهائي وسط الجبنه كتير. هعمل معاكم برضو دلوقتي ده بقى اللي انا الوش اللي انا قلت لكم عليه اللي هي الصغيره. بصي هحاول اقفل بقى من الاجناب كده، بسيط جدا جدا ان هو الم الاجناب واسويها، وبعد كده هجيب شوكه واحاول اعمل زي شكل جمالي عليها كده من الاطراف بحيث ان انا اقفلها كويس قوي. تمام، زي ما انتوا شايفين كده اهي، سهلة جدا وفطيرة لذيذة. تقدري بقى تعمليها، تقدري كمان لو اولادك رايحين الجاردين، ولو انتي خارجة مع الولاد في العربية ورايحة مكان بعيد تقدري كمان تعمليها، تقدري لو رايحين النادي، لو رايحين اي مكان تقدري تعمليها. سهلة جدا جدا وحلوة على فكرة. كمان برضو للناس اللي بتبقى مسافرة زي حالتنا وعايزة تاخد معاها اطفال ممكن تعمل دي، بس على فطاير صغيرة بنات بتبقى حلوة جدا يعني. برضو هعمل بقى كلهم وارجع لكم تاني. بصوا كده خلاص الشكل النهائي بعد ما عملناه كله. هم عملوا معايا 3 فطاير دلوقتي. انا جبت صفار بيضة وحطيت عليه رشة من الفلفل الاسود والملح، وهقلبهم بالشوكة كويس جدا، وهبدأ ادهن الوش بتاع الفطيرة بتاعتي. هدهنه كويس قوي عشان يدي لون الاصفر اللي هو بلمعة ده، تمام. وبعد كده هرش عليه سمسم وادخله الفرن على درجة حرارة اعلى درجة. لو انتي طبعا مسخنة الفرن قبلها هتسخنيه قبل ما تدخلي الفطيرة بتاعتك على درجة حرارة عالية جدا، ويدخل الفرن مش اكتر من ربع ساعة. اول ما تلاقيه احمر معاكي كده طلعيه عشان الفطيرة بتاعتك ما تبقاش ناشفة، تبقى طرية معاكي وكل حاجة فيها تبقى حلوة. كده خلاص انا دهنتها بالصفار بيضة، دلوقتي هحط سمسم. ممكن بقى تحطي سمسم، حبة البركة، يعني انتي وحريتك انتي. تمام، هتدخل الفرن بقى دلوقتي. انا طبعا مسخنة الفرن وهطلعها بعد ربع ساعة مش اكتر من كده، هوريها لكم بعدين. بصوا دي اول واحدة، دي التانية طبعا اللي انا طلعتها. بصوا شكلها حلو جدا ولونها حلو جدا جدا جدا، من جوه الجبنه سايحه والنتيجه روعه، وكمان مش ناشفه بل بالعكس طريه وحلوه قوي. تقدري بقى تقدميها لاولادك، وزي ما قلنا تاخديها معاكوا في الجاردينو، يعني تقدري كمان تاخديها معاكي النادي على حسب ما انت عايزه. ودي كانت وصفتنا بتاعت النهارده، اتمنى تكون وصفه النهارده عجبتكم وخدتوا منها فكره حلوه تعملوها، سواء انتوا هتعملوها بلحمه او هتعملوها بخضار مش مهم، المهم ان انتوا خدتوا منها فكره تقدروا بقى تبدعوا وبراحتكم انتم. اشوفكم على خير في وصفه جديده او اكله جديده او فلوج جديد. وما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم، واشوفكم على خير. باي باي.